بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سؤال وردني ويتكرر دائما لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ الحقيقة هذه القضية تشغل بال الكثيرين وبخاصة أن هناك بعض الناس يعني يفكر أن يخرج من الإسلام يظن أنه إذا انتقل للإلحاد أن دعائه سيستجاب يعني <applause> سبحان الله آه هكذا يلعب الشيطان بعقول ضعاف القلوب، ضعاف الايمان. يقول لهم لو كان الله موجودا لاستجاب لا دعائك. طيب سؤال اخي الحبيب. طبعا انا اخاطب من يفكر ان يترك الاسلام بسبب عدم استجابه الدعاء وسنقول السبب بعد قليل. اذا خرجت من الاسلام من ستدعو بعد ذلك؟ هل ستدعو من يعني؟ لا يوجد اذا انكرت وجود الله عز وجل. اذا انت دخلت في نفق من اليأس، على الاقل انت في ظل الاسلام لديك امل، لديك امل في الاستجابه. والله تعالى سيستجيب ولكن هناك شيء ايها الاحبه يجب ان نعلمه حقيقه، معظمنا يجهل هذا الامر. الله تبارك وتعالى لم يخلقنا من اجل هذه الدنيا خلقنا للاخره اما جنه ونعيم دائم او نار جهنم خالدين فيها ابدا انت ايها الانسان مخلوق للاخره ولست مخلوق للدنيا الدنيا هي مرحله اختبار فقط الخمسين ستين سنة مئة سنة التي ستعيشها هي مرحلة اختبار أو ابتلاء يسميها القرآن بلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا الهدف هو البلاء الهدف هو أن يختبرك أيها الإنسان هل تنجح في هذا الاختبار فتكون من أصحاب الجنة أو تيأس وتفشل وتلحد والنار بانتظارك يعني الله عز وجل اعطانا الحريه المطلقه لذلك هذا الخالق العظيم يؤخر الاجابه احيانا لحكمه هو يعلمها فلا يعني ان الله غير موجود ولا يعني ان الله لا يحبك يحب الكفار فيعطيهم هذا غير منطق ايها الاحبه بالعكس أنا عندما أرى إنسان يعني لسانه يلجأ إلى الله يدعو الله ليلا نهارا وتجد يعني أنواع البلاء تحيط به أنواع البلاء يحاط بها هذا الإنسان ويدعو الله ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن وهو يظن أنه لا يستجاب له ولكن الحقيقة أيها الأحبة اعلموا هذه القاعدة رجاءً اذا احبك الله ثق تماما سيؤخر الاجابه الى يوم القيامه لانك في الدنيا ستعيش باي طريقه ستعيش الناس كلهم يعيشون بالقليل بالكثير الكل يعيش ولكن يوم القيامه لا يوجد لك شفيع لا ينفعك مال لا تنفعك سلطه لا ينفعك اهل لا ينفعك مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك كلما تأخرت الإجابة كان هذا أفضل بالنسبة لك انظروا إلى حبيبكم عليه الصلاة والسلام ولنا في هذا النبي الكريم أسوة حسنة طب هذا الرسول الكريم أحبتي في الله هل كان يعيش في القصور هل كان لديه جنات وأملاك ويعني مثلا عرش وكذا لا كان يعيش في بيت مثل أقل بيت للمؤمنين كان يعني وضعه المادي لو أردنا أن نتكلم بلغة العصر وسط وخير الأمور أوسطها والله قادر أن يعطيه الدنيا بما فيها طب هل الله لا يحب هذا النبي الكريم وهو الذي ارسله رحمه للعالمين حاشا لله ولكن هذا الاله العظيم اراد ان يعطينا درسا هذه النفس يجب ان تطهرها وتنقيها يجب ان تخضع لاختبارات كثيره لان الجنه غاليه ايها الاحبه ثمن الجنه الصبر لذلك قال تعالى انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بينما الأغنياء اليوم إلا ما رحم ربي سيقفون طويلا أمام الله سبحانه وتعالى، سيحاسب الغني على كل قرش فيما اكتسبه وأين أنفقه، حسابه طويل. فإذا كان من من أهل التقوى والصلاح وأنفق ماله في سبيل الله، طبعا هذا يكون من الفائزين ولكن النسبة العظمى من الناس الذين يملكون المليارات حقيقة يعني منشغلون بالدنيا غرتهم الحياة الدنيا نسوا الله فنسيهم لذلك يوم القيامة أيها الأحبة أصعب شيء أن ينساك الله يوم القيامة أصعب شيء فلذلك أخي الحبيب لا تيأس من الله عز وجل لا تيأس من روح الله كما قال سيدنا يعقوب ساختم بهذه القصه ارجو ان ناخذ منها عبره سيدنا يعقوب فقد اعز ابنائه وهو سيدنا يوسف عليه السلام فقده وهو يعلم انه حي وابناؤه كذبوا عليه عندما قالوا اكله الذئب سيدنا يوسف كان طفل صغير كبر ومرت عشرات السنين واصبح ملكا لمصر في ذلك الوقت دوله عظيمه جدا وعلى الرغم من ذلك الاب سيدنا يعقوب لم يياس من روح الله حتى قال لابنائه عباره عظيمه جدا يجب ان نحفظها قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا سيدنا يعقوب اعتبر أن اليأس من رحمة الله هو كفر بالله عز وجل. إذا أخي الحبيب إياك أن تيأس، اعلم أن الدعاء مستجاب لا محالة ولكن أقل درجات الحب من الله لك أن يستجيب دعائك مباشرة. ودرجه اعلى ان ان يصرف عنك من الشر بقدر هذا الدعاء، هذه درجه اعلى من الاجابه على فكره. يعني انت عندما تدعو الله ان يرزقك مبلغا من المال ويرزقك هذا المبلغ بسرعه هذه ادنى درجه من درجات الاجابه. الدرجه الاعلى ان يصرف عنك مثلا شر حادث ستتعرض للاذى والالم وانفاق المال وغير ذلك صرفه عنك طبعا هذا افضل واعلى المرتبه العليا ان يؤخر لك الله الاجابه الى يوم القيامه لان الله يريد الاخره يريد ان يدخلك الجنه جنه عرضها السماوات والارض لذلك يجب ان نطمح للمرحله الثالثه ونطمع ايضا ان يستجيب لنا ويصرف عنا الشر ولكن أنا عيني وقلبي تكون أين على الجنة وليس على الدنيا لأن الدنيا كما قلت سنعيشها بالطول أو بالعرض أو بأي طريقة الكل يعيش ولكن يوم القيامة لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله لا تيأسوا من روح الله اكثروا من الدعاء لان هذا الدعاء ستنتفع به يوم لقاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءنا يوم لقائه ويفرحنا بالنظر الى وجهه الكريم انه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.